ده صحيح، ده على المستوى الإداري بننطلق ونمشي بسكتنا، ده كمان شايفه على المستوى الفني. المستوى الفني يمكن بعد مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك كان في توتر شوية من الجماهير، لكن الفوز مباراتين على التوالي، مباراة المصري وكان عندنا يعني جمعنا 6 نقط في مباراتين كانوا مهمين، مش بس لحسم بطولة الدوري أو نقرب من بطولة الدوري، لا ده كمان في إطار اللي حضرتك بتتكلم عليه، إن على المستوى الإداري ماشيين في طريقنا وبناخد طرقنا الشرعية وإحنا ماشيين وسدين ودنا باللغة العامة. كمان على المستوى الفني حضرتك شايف إزاي النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت، وكمان على المستوى الأسابيع اللي باقية من الدوري الممتاز. احنا قلنا كابتن هاني مع حضرتك هنا انا وصديقي العزيز محمد الموصي ان اللي بيحصل ده هي التوابل القمة، هي القمة عفوا بذات يعني نفسها لما بيبقى فيها هزيمة وثلاثة اهداف لهدف، لا هو رقم، هو ليه مدلول عند الجماهير. وقلت لحضرتك حتى لو حضرتك فاكر ساعتها انه فايلر لازال محترف بكر يعني ما عندوش تور زي كارتيرون وغيره، وهو كمان مطلوب ان التور ده ياخده في افريقيا ويبدا كمان من قلبها مصر، يعني اللي هو فكره ازاي بحرفيه المحترف، مش حكايه اللي بقول للناس لا كده. طبعا هو اللي فاهمه ان هو كمان زعلان على القمه، هو كمان هو صحيح الكلاسيكيات في كل العالم وهو ديربي وهو يعلم ان هناك ديربي في كل بلد، لكن هو ما كانش حاسس انه للدرجه دي، وبالتالي كلامه اللي هو لسه لم يعني يتمصر زي ما بنقول على الروايات العالميه اما المصاره لسه ما بقاش فيه خلطه، والدليل انه قال للناس انا مش بنلعب بلاي ستيشن. الاجابات اللي قلت لحضرتك عليها هنا لما قلت لك لو جاء مدرب بيور كده مع فرقه وبنساله حتى لو احنا زعلانين مثلا انه الاهلي غلب البايرن فنقول له ماذا ستفعل بعد ان فاز الاهلي، هيقول لك انا هروح الدش ونتعشى وعندنا شغل الصبح. ده حقيقي. اول حاجه هتصورها بثقافتنا او بثقافه الاغلب العام هنا ان الراجل ده انا مش مالي عينه، يعني الناس ايه الناس يعني بتاخدها يعني في هاني رمزي بالزبط. ولا في مولر ولا مش عارف مين، ولا انه الاتحاد الالماني ما ادالوش فرصه للاستعداد الجيد وان لعيبته خذلوه في هذه الليله ومش عارف وانا سابدل واغير وكذا، وبالتالي ده اللي خلى الراجل يبدو يعني عايز يفهمهم مش قادر يوصل المعاني يعني. وبالتالي الماتشين اللي بعد كده وكنا برضو يعني ايه متأكدين او شبه متأكدين ان الميزان في الملعب هيتعدل، خطأ فني نتاج تجربة هو اقر بيها كمان كراجل فني وبالتالي عدل الحكاية. انما الاهلي بس عنده يعني جمهور مش بس بيحب الفوز وبس، بيحب يبقى مطمن، بيحب يبقى قاعد وفي بطنه بطيخه صيفي لانه بيفكر يعني في الخطوه الاكبر بالظبط، وبالتالي عاوز يشوف اداء تماسك، مفيش هفوه مفيش غلطه، حاجات برضو مش في الكوره برضو المصريين بس، وطبعا في القلب منها لما بتتكلم عن النادي الاهلي فهو الاكبر يعني مفيش حاجه اسمها 4-3 في الفوز، لا بتروح يعني انت كسبان 4-3 بتروح زعلان ازاي يعني 4-3 ازاي يخش فيه 3 جوان يا عم انت كسبت 4 الكلام ده ممكن يقول واحد فني لو الاخطاء بثلاث حاجات فنيه هو شايف ان كان ممكن، لكن انا كجمهور ما اسعد جماهير العالم في النتائج اللي راحه جايه دي لما بيحسمها في الاخر القوي ولو بابو كورنر بربع جون زمان. هو طبعا الجماهير خاصه في مصر ليها طبع خاص، وخاصه جماهير أيوة النادي الاهلي أيوة، وخاصه جماهير النادي اللي انا شايف انه ايجابي اكتر من انه سلبي جدا. ايجابي جدا.